السلام عليكم. اليوم شريت واحد الجو برو، هي هادي اخر ما خرجت في سبتمبر، يلا خديتها انا دابا، يلا وصلتني دابا ديجي شي جوج سيمانات باش وصلتني وكنت انا مسافر. المهم اليوم غادي نديرو الانبوكسين ديالها ان شاء الله، اول انبوكسين كاين في القناه هذه. المهم جو برو كما كتعرف معروفه بالكاليتي ديالها، فيها 12 ميجا بيكسل كما كتشوفوا، فيها 4K ب 60 في بي اس. في بي اس هي شحال من صوره كتقبض في الثانيه، ويمكن لك تغوص بها حتى ل 10 متر تحت الماء. عندنا هنايا ولي زوبسيون اللي فيها 12 ديال، فيها بعدا الكاميرا فيها 12 ميجا بيكسل، فيديو 4K كما قلنا، وعندها كنترول فويس كنترول هو تحكم بها بالصوت ديالك، فيها 10 متر تحت الماء، فيها تاتش سكرين، سكرين تاكتيل، سلو موشن حتى 8 ديال المرات، وفيها جي بي اس، فيها الهاش دي اير، فيها هاي بيرسمود، هي واحد الحاجه زوينه واعره بزاف. دونك هادي كتقتل داك الجيمبال كما كتشوفوا، هذيك اللي كيخلي الفيديو ستابل. وفيها لايف ستريم كما كتشوفوا، يمكن لك دير لايف ستريم فيسبوك انستغرام يوتيوب من جست غير من الجو برو، كتكون كتايه مع لابليكاسيون، لابليكاسيون هي هادي كتبداي ديجا خصك تكون انستاليها في التليفون ديالك باش تستعمل الجو برو باش تشارجي حتى الميزاجور ديالها. المهم جو برو هي هادي كما كتشوفوا، اول جو برو كنشدها في يدي هي هادي، ضروري تحيد اللعبه هادي، هي هادي الجو برو ديالنا. فيها عندها واحد الشاشه هنا، يمكن لك تشوف شحال باقي ديال تصور، شحال الباتري، واش راك كتصور ولا لا، شنو كدير. المهم هذه واحد لوبسيون زوينه. وعندها هنايا كما كتشوفوا التاكتيل ديالها، وانحيدو بعدا من هذه. سو راه ثقيله وعاد ما فيهاش لا باتري، ثقيله شي شويه، ما قلبتش على شحال فيها. وما ديال الجو برو سيد. المهم هذا الصندوق اللي كيجي معاها، عاينها شنو كيكون عندها. هذه الطريقه باش كتفتحها كما وريناكم، و لي زاكسيسوار اللي كيكونو كيجيو معاها، هما هادو لي زاكسيسوار مغطينهم هنايا. عندك باتري، هادو لي زاكسيسوار ديالها، كابل يو اس بي، هاد اللعبة هادي اللي حيدنا ليها دابا، شنو هي هادي، و الجو برو، هاد الكيس ديالها. عندنا هنا ستيكرز ديال الجو برو، عندنا شنو هذا، دار هاي ديك اللي قلت لكم ديال يمكن ديرها في الكاسك شيا، هي هادي. والمنيو ديالها فيه بزاف ديال لي لونغ. حنا عندنا العربيه، ها العربيه، غادي نشعلو الجو برو وغادي نديرو الدارو. هادي اصلا الظلمه يمكن لك تخشيها هكا تحت الماء. اللي اذا شريت معاها هاد الحقيبه ديالها الا كنتي خارج ولا شي حاجه باش ما تخلوش لا تولع. هادي الكارانتي فيها عناين، شريت معاها القطعة ديال الكوبرو، هاي الكوبرو معايا، عندي معاها هدا كتشري اكسترا، هدا تشري في جو ديال لي باتري، الباتري التانية هي هادي، الباتري الأخرى عشان كتجي هنايا، يمكن تشارجي جوج باتريات في حلقة وحدة. وهذا الكابلي ديالو، وهادي هي الكيس، هنا كتحط الكوبرو، هنايا الباتري، هنايا الشارجور، ولا عندك إلا عندك شي بزاف ديال لي زاكسيسوار هنايا، 64 هاهي. المهم انا غادي نخرج نصور بها ونشوف داك الشيء كي غادي يجي. Thank you.
GoPro stop recording. GoPro stop recording. السلام عليكم. كما كتشوفوا معنا هذه الكاليتي ديال جو برو. هي هذه كما كتشوفوا معنا راني شاد هذا باغي يدي يدي شادها. كما كتشوفوا هذا هو الجو ديالنا الصباح. انا نوريكم شو دابا الربيع كي داير على الزراعه وما نعرفش شوف الثلج زعما بحال الثلج الجو بارد. داك الماء اللي كيعطي لهذا الربيع هذا كيجمد في البلاصه. وانت كما كتشوف معنا راه بدا الضباب اللي هاتي هنا المهم كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. راني يلاه شريت هذا الجو برو هذه راني قاص كنجرب فيه هادشي اللي كاين. الفيلاج ديالنا كان هنا ودابا مشى. دابا دابا حنا تلفناه فين نقلبوا دابا على هذا الفيلاج. يلاه فين يلاه فين نقلبوا دابا حنا هنا فين فين هو الفيلاج ديالنا فين والو الفيلاج ديالنا فين يلاه وفين دابا فين نجيو نقلبوا عليه ترى جو كي داير. مازال كنقلبوا على الفيلاج ديالنا احنا لقينا الفيلاج دابا يس شوف كي داير على برا زعما على برا المدينه شوف 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 هذا راه غير شنو كيقولوا ليه ماشي الثلج الماء جامد. مورغان thank you.
السلام عليكم خوت. المهم كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب الى اول مره كتشوفوا الفيديو، ومازال خير جاي قدام ان شاء الله.